ديالي خرج من هنايا قدام عند الدار من حدايا، خرج مع 12 و 5 دقائق خرج من الدار وصلت الوحدة ما كيجاوب، صد تليفون جوج ثلاثة أربعة ما يجاوب. هادشي أين نهار؟ نهار الاثنين. هو ما مولف قاعد في التليفون اللي عنده العائلة كيجي وصل الدار وقت غدا. من ما جا مشينا مشيت نقلب له لقيت الطوموبيله واقفة حدا البحر، بينا مع الداخل كاين جوج كيلومتر واقفة في الخلا مسدود وكلشي. عيطنا للبوليس، جاو البوليس، الساروت كان عندي فتحوها شدوا البصلات مشينا. مشيت للدار شديت التليفون الايميل ديالو عندي، شديت لوكاليزاسيون عرفت البلاصة فين كاينة بواحد الشارع بعيد منه، فاط عليه لاكارت تما التليفون ديالو تفوق الشارع. البلاصة صافي التليفون ديالو مشينا لعندها قلبنا مزيان ما لقينا والو. اما الصباح الوراك شدينا كاميرا ديال القهاوي لقينا الطوموبيله ديالو كيصوبوا شي واحد يمشي هما واحد كاتكاطا ماروك عنده، وقدامه واحد الطوموبيله اخرى. ديك الطوموبيله الاخرى كانت قدامه ديال واحد السيد صاحبو، انا عرفت الطوموبيله ديال السيد صاحبو. شدينا كاميرا اخرى نفس القضيه، الطوموبيله ديالو ما كيسوقش هو والسيد صاحبو، السيد صاحبو كيسوق الطوموبيله ديالو. صوت صاحبو قلت له شحال راك ما هضرت مع الاخ ديالي؟ قال لي شي 3 ايام ما لقيته. هاد المعلومات ديتها للبوليس كامله وديت لهم الفيديوهات وكلشي، قلت للبوليس هاد السيد راه هو راس الخيط. شي حاجه اخرى ما كاين، شدوه البوليس هاد السيد المتهم به وجبنا لهم الفيديوهات وشدوه من 3 حتى ل 6 ونص. فهمت؟ امتى هادشي؟ الثلاثاء ولا نهار 3؟ نهار الاثنين 3 شدوه معايا في العشيه. فهمت؟ شدوه في العشيه فهمت، وبقاو معاه كيبحثوا كيبيعوا. قلنا لهم راه السيد راه هو المتهم، راه كاين ما كاين حتى شي واحد من غيرو. شفت اللي عنده الطوموبيل ديال خويا، وخويا راه تما مفقود دابا. دخل شي حد طلقوا مع 6 ونص، قال ما غيرجع الصباح. خرجوا طلقوه البوليس، قلنا لهم علاش طلقوه؟ قال لك لا راه تابعين رتاع البوليس من الله. طلقوه السيد مشاو بغا يجوا بكري، خذوه 100 مليون في البحر. هادشي لعبة لعبة، هاد السيد اللي كنا حنا متهمينه ولقينا عنده الطوموبيله ديال خويا. فهمت؟ فهمت خويا انا مفقود وطوموبيلته عند هاد السيد. حتى دابا انا دابا عندي خويا مفقود، وقلبت وجبت الكاميرا جبت الفيديو صوت وصوره، الطوموبيل ديال اخي هي عند واحد السيد وخويا مفقود. هاد السيد انا جبته للبوليس. شنو العلاقه ديال خوكم بهاد السيد هذا؟ داك السيد تاجر بحال خويا تاجر. والعلاقه ديال الاخ ديالك بالناس وبالمحيط، واش مثلا اخر مره واش كان لاحظتوا شي تصرف ديالو ولا شي علاقه مع الناس؟ لا لا اخويا تاجر كبير ما عندوش شي مشكله مع حد ما والو. فهمت؟ كيبيع وكيشري تاجر كبير. فهمت؟ تاجر عنده الفلوس الحمد لله، وخرج من هنايا فين خرج من عندي هنايا عند هز ماشي فلوس ماشي يعني ماشي نغلط شي غلط مع واحد ومشى بالفلوس ديالو. جا مع الفلوس. ما سبقش له هو وضع مثلا شكايه ضد شي ناس تابعين ولا كيف؟ لا 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 يعني واش كاين شي جهات نتوما كتشكوا فيها ولا شي ناس؟ ما كاين جهات، هذه شي عصابه وعصابه مافيا ما عرفتش شنو. وهما اللي فين شافوا هاد الدري عيطوا للبوليس وعارفين عنه غادي يقر بهم، شدوه ولا دخلوا له باش خرجوا، شدوه وقتلوه لاحوا في البحر. مع الصباح لاحوا البحر، لاحوا حتى البحر. دابا حنا ما تلعبنا فين نشدو، حنا دابا الخدمه اللي خدمنا حنا اكثر من البوليس. مشينا كنجريو انا والدراري صحابي، شدينا سميتو تيل عندي الايميل ديال الدري خويا، شدينا التحديثات ديال التليفون فين تصافيه التليفون بالضبط، قلبنا الكاميرات جري من هنا جري من هنا حتى جبدنا الطوموبيله ديال خويا عند هذا السيد. فهمت؟ هذا السيد جبنا فيديو. يعني في الوسط ديالكم ربما البعض كيتحدث على انه خوكم غير ضحيه ولا بغاو يهدوا به شي ناس اخرين؟ لا 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 ما كاين ضحيه. شوف مادام هاد السيد مات وكان شدته البوليس وطلقته ومن البوليس خطفوا جوج وحدين قتلوه، هادوك اللي قتلوه هما خايفين داك الدري يوريهم فين هو خويا والله فين شو قال. يعني واش في نظركم هذا شي عصابه منظمه بهذا الشكل هذا؟ لا هما دابا البوليس ما فرقش على العصابه. فهمت؟ عصابه جا. شوف دابا هذاك الدري دري عيط عليه هو اللي جر خويا لهاد العصابة اللي استنتجنا حنايا. فهمت؟ ومنين جر هو العصابة خطف الدري خويا، انا شدو من الفلوس الطوموبيلة ديال خويا بقيت عند السيد. هاد السيد هما اللي شافوه شدوه البوليس. فهمت؟ عرفوا هما علاش شدوه، قالوا الله ما نصفوه باش ما يشدو فين باش ما يصبر. هذا الثاني اللي مات عنده صوابق؟ لا لا ما عنده، ما عنده لا صوابق لا والو. كان عارف وانا هو
وكان بعلاقة تاجر لباس عليه. ايه تاجر من علاقة معاملة الفلوس موجودة. اخوكم مزوج، شنو الوضعية الاجتماعية ديالو؟ مزوج عنده 4 دراري وما عمر وصلت عليه الوحدة، الوحدة ونص ما عملوا بيه الصغار وكيتجي معاه هو برنامج وما كيخرج كاع، ما عنده لا صحاب لا والو، لا كميمة كميمة والو، ما عمره حتى الدخيل وعمره سافر له كاع، يعني عايش حياة بدوية فهم؟ الصحراء البادية البونتيك ما يعرف بزاف ديال القوالب ديال المشاكل ديال والو. وباش كطالبوا انتم درايك؟ طالبوا عندنا دابا كنطالبوا بالبوليس كنتهموه علاش كتلصي المجرم؟ لان انا كنجي انا عندي واحد مفقود وكنشد لك واحد المجرم لقيت عنده الطوموبيل ديال خويا وتشدو تطلقوا وصلاح ميت مقتول